ومن نيويورك معي زميل نبيل أبي صعب مراسلنا لدى منظمة الأمم المتحدة. كيف تتابع المنظمة الدولية احتجاجات فنزويلا وما يتردد من عمليات قتل وأيضا اعتقال؟ نعم مروة، بالفعل المتابعة تزداد وضوحا في الأمم المتحدة. آخر المواقف صدر عن المفوض الأعلى لحقوق الإنسان زيد بن رعد، الذي دعا الحكومة الفنزويلية إلى إطلاق سراح المعتقلين من المعارضة. جاء هذا الموقف بعد مواقف أخرى كانت أطلقت من المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الذي دعا الحكومة الفنزويلية إلى وقف الاستخدام المفرط للقوة بحق المتظاهرين والمعتصمين. أيضا أكدت الأمم المتحدة على ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف في مقتل المتظاهرين على أيدي القوات الأمنية، وقد وصل عدد القتلى خلال يوم واحد إلى نحو 10 ضحايا. أيضا شددت الأمم المتحدة على ضرورة أن تحترم الحكومة الفنزويلية الحقوق المدنية والسياسية الأساسية، لا سيما ما يتعلق بحرية التظاهر والتجمع، وهذا على المستوى المنظمة الدولية. أما الموقف الأمريكي فقد عبرت عنه مرارا السفيرة نيكي هيلي من خلال بيانات أكدت على أن الولايات المتحدة سوف تواصل اتخاذ إجراءات عقابية ضد فنزويلا بسبب قمع التظاهرات. هذا الأمر لم يطرح حتى الآن داخل مجلس الأمن، ولكن الترقب لا يزال قائما حول كيفية انتقال هذا الملف إلى مجلس الأمن. نعم نبيل أبي صعب مراسلنا من نيويورك، شكرا جزيلا لك.